السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم جميعا. والناس مرضى السكر بيسألوا على الأكل والشرب، طبعا يهمهم يعرف هياكل ايه ويشرب ايه، والفاكهة مضرة يا دكتور ولا لا، الفاكهة هترفع السكر ولا لا، وطبعا في حاجات كتيرة كل شوية بنطلع لكم حاجة نفهمكم الوضع ايه بالنسبة لمريض السكر في الفاكهة. والنهاردة هقول لكم حاجات جديدة زي الأناناس، والمعلومات خطأ كانت طلعت سنة 1920 عن الجزر، والجزر بيرفع السكر 1.3 أكتر من الخبز وأكتر من الرز، وطبعا المعلومة دي كانت خطأ، هنصححها لحضراتكم. والبطيخ برضو اللي هو اسمه في الخليج الحبحب، والباين اللي هو البابايا ده أحسن فاكهة، بيسموها فاكهة الملائكة. البابايا دي احسن مضاد اكسده، البابايا دي عامله زي يعني لما تشوفها كده في المطاعم في الفنادق اللي هي الفايف ستار، بتبقى متقطعه محطوطه على سلطه، محطوطه على في مع الفاكهه، محطوطه بكذا شكل، طعمها جميل جدا، ودايما الناس بتحب الطعم بتاعها، وهي من احسن مضادات اكسده، بتقلل الإصابة بأمراض القلب، وبتحسن من إنك أنت السكر ومقاومة الأنسولين، لأن هي الحمل الجليسيمي بتاعها مش عالي. النهاردة عايزين نفهم حاجات كتيرة ونقاط مهمة جدا في موضوع الفاكهة ومريض السكر، والحاجات دي بصراحة هتفرق معاكم كتير جدا. النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها المهمة دلوقتي، هنبدأ بموضوع الأناناس. لازم نفهم حاجة قبل ما نتكلم، اسمها الحمل الجليسيمي والمؤشر الجليسيمي. المؤشر الجليسيمي يعني السكر يرتفع بسرعة قد ايه، يعني انت مثلا كلت حاجة يرتفع السكر لمدة قد ايه، يعني على طول كده خلال قد ايه. الحمل الجليسيمي هو كمية الكربوهيدرات اللي موجودة في الحاجة اللي انت هتاكلها، كمية الكربوهيدرات. فلما نقول احنا هنخدم يعني انت بتاكل 100 جرام، احنا دايما نضرب المثل بال 100 جرام، يعني زي كوباية صغيرة كده، وقطع الاناناس فيها. ال 100 جرام دي بتاعت الاناناس، المؤشر الجليسيمي بتاع الاناناس 60، يعني مثلا المفروض اقل الطبيعي اللي هو المؤشر الجليسيمي يبقى ان امن اللي هو اقل من 55. فلما نقول 60 انت هتتخض تقول ايه ده 60 ده عالي يبقى انا ما ينفعش اخده، بس الحمل الجليسيمي بتاعه قليل 6 مثلا. فالحمل الجليسيمي بتاع الاناناس، الحمل الجليسيمي الطبيعي اللي هو الحلو قوي الكويس جدا ومفيش منه مشكله، اللي اقل من 4. وبنعرفها ازاي؟ معادله، يعني بتضرب عدد الكربوهيدرات اللي فيها في المؤشر الجليسيمي اللي هو في 60 وتقسم على 100، يطلع لك ايه؟ الحمل الجليسيمي. ودي كل الناس لازم تبقى عندها بيبرز وعندها ورق بالموضوع ده، ويدخلوا على جوجل ويعرفوا يكتبوا الحمل الجليسيمي والمؤشر الجليسيمي بتاع اي حاجه عايزين ياكلوها. فطبعا الناس، في ناس مش هتعرف تخش على كمبيوتر، وفي ناس مش هتعرف تنزل ورق، وفي ناس مش هتعرف تعمل الحاجات دي كلها. يبقى احنا هنشرح بطريقه مبسطه جدا انك انت ممكن تاكل. طبعا في ناس قاعده مستنيه ما تقول لنا هناكل قد ايه وخلاص، في ناس بتحب ايه تاخد من الاخر كده، فاللي هياخد من الاخر خلاص احنا هنقول لك هتاكل ايه على طول دلوقتي. فالحمل الجليسيمي قليل، فاللي هو ايه بقى عدد الكربوهيدرات اللي انت هتاخده في الوجبة اللي انت هتاخد 100 جرام، كميته بسيطة جدا، الحمل الجليسيمي بتاعه 6. فانت لو هتاخد سلايس يعني شريحة واحدة زي ما في الصورة كده مفيش مشكلة، ممكن تاخد 2 لو انت هتبذل مجهود او رياضة. ليه؟ فالحمل الجليسيمي اللي هو مش هيرفع السكر جامد، يعني في سوائل وفي مية، وهدخل لكم دلوقتي زي ما هيبقى في البطيخ والحبحب اللي احنا بنقول عليه الكمية السوائل والمية. فالمؤشر الجليسيمي عالي بس الحمل الجليسيمي قليل، فالحمل الجليسيمي مش هيرفع السكر جامد عشان فيه الياف. فالفكره في الباين اللي هو الباين ابل اللي هو الاناناس، ممكن ناخد شريحه واحده او شريحتين لو احنا هنلعب رياضه او هنمشي بعدها، مش هتبقى فيه مشاكل بالنسبه لمريض السكر. النقطه الثانيه مثلا حاجه زي البطيخ، الحمل الجليسيمي بتاعه المؤشر الجليسيمي بتاعه عالي جدا، يعني 72. فلما تيجي تفكر فيها ده مستحيل اخده، لا لما تيجي بقى انت الحمل الجليسيمي بتاعه قليل جدا. فالحمل الجليسيمي ليه بقى؟ لان هو بالظبط الحمل الجليسيمي بتاعه 4 أو 3.6، يعني لما تضرب ال 72 دي في كميه الكربوهيدرات اللي فيه في 8 وتقسم على 100، فتبص تلاقي كميه الكربوهيدرات فيه قليله، فالحمل الجليسيمي بتاعه قليل، فهو مش هيرفع السكر بالشكل ده لان كله ميه، عباره عن ميه، وخصوصا لما تاكل معاه جبنه،
الجبنه بقى بتقلل الامتصاص ده، لان الجبنه فيها دهون وخصوصا جبنه فاتي، فبتلاقي السكر بعدها ما بيعلاش، في ميه، في ميه كتير. فانت قدامك دلوقتي الحبحب مفيش فيه مشكله، وبرده سلايس في حدود ال 100 جرام، 100 جرام يعني كوبايه كده، تقطع فيها الطيخ وتاخد كوبايه كده كبيره زي الكوبايه اللي بنشربها الشاي الورق دي كده. ف ده احسن من مفيش. ما انت الناس تقول لك انا ما بقدرش ابطل الفاكهه خالص. النقطه الثانيه اللي هو البابايا بقى، دي بصراحه الفاكهه المفضله بالنسبه لي. البابايا دي من الحاجات الرائعه جدا، مضاد اكسده. ويعني ايه مضاد اكسده عشان نبقى فاهمين؟ مضاد اكسده ده يا جماعه يعني حاجه، في حاجه اسمها الفري راديكال. الفري راديكال دي اللي بتعمل السرطان وتعمل المشاكل القلب والامراض المناعه والامراض الديجنريتيف اللي هي المناعيه في الجسم. والفري راديكال، الفري راديكال المفروض ان الخليه او الجزيء او اي حاجه اسمها ذره كده في الجسم بتبقى فيه حاجه كلها بيرد، يعني تلاقي الدايره كده عليها الكترونات، يعني اتنين مع بعض اتنين مع بعض، ففي فجاه واحد يتاخد، واحد يسرق منك الكترون، تقوم انت بقى ايه، دي بقى بتبقى خلاص بقى انت بقيت الكترون حر في الجسم، تقعد تضرب في ده وتضرب في ده وتعمل في ده وتعمل التهاب وتعمل وتكسر يجي واحد ابن حلال كده يروح مديك الكترون تاني عشان يخليك تهدى وتعدل. ده اللي اسمه بقى ايه، مضاد الاكسده، اللي هو ايه، البابايا احسن مضاد اكسده، قوي جدا. يعني لو تخيل انت لو بتاخد منه، وهو مش غالي قوي على فكره، يعني لما بتستعمله طعمه جميل قوي، خصوصا لما بيكون بقى مستوي خالص بيبقى طعمه حلو جدا. والحمل الجلايسيمي بتاعه نفس القصة بتاعة الأناناس، برضو مش عالية. يعني الباباي هكتب لكم الـ فيها حاجة الصورة بتاعتها عشان الناس اللي ما تعرفوش وما عرفش بقى في الدول المغرب والجزائر والعراق والحاجات دي اسمه ايه، اللي بيبقى عارف يقول لنا في التعليقات. النقطة بقى المهمة، لازم الكل يبقى فاهم الحمل الجلايسيمي ومضادات الأكسدة دي يعني ايه. يعني الفري راديكلز اللي حصل نتيجة التدخين، نتيجة الغبار، نتيجة انفكشن عدوى، نتيجة السجاير اللي بتشربها عمال على بطال، والحاجات اللي هو التلوث اللي في الهواء، فبيعمل الفري راديكال دي، يخلي الالكترون يطلع من الدايرة اللي هو فيها، من الخلية اللي هو فيها، يسيبه ويبدأ يضرب ويعمل التهابات في الجسم ويدمر الشرايين ويعمل تصلب الشرايين ويعمل مشاكل كتير. تقوم انت جاي مديله الانتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت زي الحاجات اللي هي السيلينيوم والزنك وفيتامين اي، والباباي من الفاكهه من احسن انتي اوكسيدنت، كميه كبيره جدا من الانتي اوكسيدنت فيه. فتاكل برضو ال 100 جرام، الحمل الجلايسيمي بتاعها قليل فمش هيبقى فيها مشكله ابدا. الجزر الناس كانت فاهمه الموضوع غلط. الكميه اللي اتحسبت كانت علشان يقول لك ده هو اقوى من الرز والعيش، كان 700 جرام. انت متخيل يعني كيلو الا ربع مثلا، انك تاكل جزر كيلو الا ربع فيه 50 جرام كربوهيدرات، لكن هو في الحقيقه لما تحسبها على ال 100 جرام ولا حاجه. الحمل المؤشر الجلايسيمي كان محسوب غلط، بقى المؤشر الجلايسيمي بتاعه هو ني حوالي 19، وهو مستوي لما بيكون مسويه المؤشر الجلايسيمي بيعلى بيبقى 47، فبرضه المؤشر الجلايسيمي بتاعه مش عالي المؤشر الجلايسيمي، والحمل الجلايسيمي بتاعه قليل، فهو مفيش منه مشكلة خالص. كان زمان نقول للناس ما يعني ما تاكلوش كذا وما تعملوش كذا، بس العلم كل يوم بيطور لنا حاجة وبيوضح لنا حاجة جديدة. مشكلة مريض السكر دايما في الموضوع الاكل والشرب فعلا، يعني انك انت تعيش حياة امنة وحياة سليمة ويبقى ما عندكش اي مشكلة خالص، ده في حد ذاته بيبقى نعمة من عند ربنا، انك تلاقي حد يقولك الحاجة تاكل ايه وتشرب ايه. لان طبعا المشكلة يعني انا مثلا جالي مريضة سكر امبارح بتقول لي ان هي كان الدكتور يقول لها انت تاكلي العيش مش بيرفع السكر خالص. لا، العيش بيرفع السكر جدا، واخد بالك؟ فطبعا عيش اللوز الوحيد اللي ما بيرفعش السكر، وكنا عملنا حلقات قبل كده عن الموضوع ده، فطبعا هيرفع السكر وشوتنج للسكر بشكل رهيب. والمشكله لما بنيجي نقول للمريض، والتمر كمان نفس الكلام، ونيجي نقول نحكي المريض، يعني التمر كميه الكربوهيدرات فيه برضو عاليه. المشكله والله انتوا لو تعرفوا قد ايه الواحد يعني من كتر تعامله مع المرضى بيخاف يقول له مثلا كل ربع رغيف، بتبص تلاقي مش كل الناس على قد، يقول لك ايه المشكله لما ازود ابقى رغيف. فهي دي المشكله، يعني انا ما اقول للواحد كل ربع رغيف ويسمع الكلام انا ما عنديش مشكله، بس المشكله ساعات في بعض الناس تقول له لا، لان هو لما بتقول له ربع رغيف بياكل رغيف او اتنين. لما بتقول له طيب سلايس يعني شريحه واحده من الاناناس، هتبص لاقيه كل اناناسه كامله او كل نصها، او اربع حبات عنب ولا خمس حبات عنب، تبص لاقيه
يعني النفس دايما أمارة بالسوء. دي سلسلة من السلسلات اللي هي اللي احنا هنتكلم برضو فيها، بقالنا فترة ما كلمناش عن يوميات السكر، ودي سلسلة بقى اللي احنا هنتكلم فيها عن الأكل الصحي لمريض السكر، ودي تعتبر برضو من ضمن يوميات مريض السكر. تابعونا ان شاء الله، وان شاء الله نبقى نعمل بث مباشر قريب باذن الله. وفي نفس الوقت ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده، وشرفتوني باشتراككم في القناه، وما تنسوش اللايك والشير والجرس، عشان في ناس بتقول ان ما بيجيلهاش البث. الناس دي بتبقى مفروض تعمل ايميل، والايميل ده بيبقى اشتراك في قناه، يعني بيبقى عنده قناه بالايميل، لكن ما بيدخل كده ما بيجيلوش طبعا اشعار بالبث. وطبعا احنا بنقول الكلام ده بس علشان الناس اللي عايزه تتابع الاخبار اول باول، ونتمنى ان يكون في حد بيستفيد من الكلام اللي احنا بنقوله. دي طبعا غايتنا ان احنا نشوف الناس بتستفيد من الحلقات اللي احنا بنتكلم عنها. ولما بنيجي نتكلم عن دواء او نيجي نتكلم عن نشرح عن حاجه معينه، بيبقى طلب من الناس. يعني لما جينا اتكلمنا على الدواء الجديد اللي نزل للسكر، في ناس كتيره تقول لك طب مش موجود، بس في ناس في امريكا بتاخده، في ناس في اوروبا بتاخده، والناس دي بعتوا لي، وقريبا جدا قريب جدا هيكون نازل موجود. هو كان المفروض ينزل في السعوديه قريب، بس المشكله في الكورونا لما حصلت وقفت الدنيا خالص. وطبعا احنا زي ما اتفقنا احنا مش ريسبونسبل عن اي دواء، يعني احنا مش مسؤولين عنه ولا بنعمل دعايه ليه ولا اعلانات. احنا بنتكلم عن الناس اللي بتاخده يبقى فاهم هو بياخد ايه وبيستفيد بايه. اللي احنا بنساعد الدكاتره اللي بتعالجهم يمكن ما عندوش وقت ان هو يشرح له الدواء بشكل مفصل. انا بشكر سعادتكم جميعا، وتحياتي ليكم، ونشوفكم في المرات القادمه، وطبعا اسئلتكم تكون محل اهتمامنا. تحياتي ليكم جميعا.